وصلت بهذا القطار إلى محطة قطارات أنتويربن. جيت من مدينة بروكس العاصمة بلجيكا، وصلت لمحطة القطارات الرئيسية بهاي المدينة، وهاي محطة القطارات تعتبر من المحطات المهمة والجميلة، لأنه مستخدمين طريقة بنائها طرق معمارية مختلفة. هاي الطرق المعمارية استخدموها من أجل أن تكون هاي المحطة من أجمل المحطات في أوروبا. تأسست هاي المحطة سنة 1905، طبعاً داباوع لأنه سنة التأسيس كاتبيها قباضي 1905، وأيضاً بين فترة وأخرى يهتمون بصيانتها معمارياً. المحطة جميلة جداً، حتى أكو يعني سكان مدينة أنتويرب يستخدمون هذا المكان وهاي المحطة من أجل تصوير أهم اللحظات التاريخية. يعني دا باوع ودا أشوف أكو عرسان اثنين دا يصورون في داخل محطة قطارات أنتويربن. سكان مدينة أنتويربن والشعب البلجيكي بشكل عام يعني يفتخر بوجود هذه التحفة المعمارية اللي هي محطة قطارات أنتويربن، ويعتبروها من وسائل الرفاهية والوسائل الجميلة في هذه المدينة الجميلة. القطارات طبعا وسيلة مهمة من وسائل التنقل في أوروبا بشكل عام وفي بلجيكا بشكل خاص. يستخدمون القطارات تقريبا إذا قلنا 80% من الشعب البلجيكي، وال20% يستخدمون القطارات لكن مو بشكل مستمر. احنا بالعراق في بغداد بشكل خاص عندنا المحطة العالمية للقطارات. هاي المحطة العالمية تأسست سنة 1952، لكن احنا في العراق ما نستخدم القطارات، ما نعتبرها وسيلة نقل رئيسية، لكن هم هنا في أوروبا يستخدمون القطارات بالتنقل حتى بين المناطق وبين المدن البعيدة وبين الدول. وأكو شبكة سكك حديد جدا واسعة في أوروبا، ويعتبروها من الوسائل المهمة بالتنقل. طبعا العرسان اللي قلت لكم عليهم انه مستخدمين محطه قطارات أنتويرب حتى يصورون بها لحظاتهم التاريخيه قبل الزفاف، واليوم زفافهم بالليل، الان شافوا فرقه موسيقيه وبده ياخذون صور تذكاريه. والصدفه الحلوه انه الفرقه الموسيقيه راح تعزف لهم مجانا احتفالا بهم. بعد هاي الجولة السريعة هاي محطة القطارات الجميلة، راح أترككم وأغادر المحطة، بس أوعدكم بالحلقات الجاية راح أصور لكم محطات القطارات في مدن أوروبية أخرى. وصلنا الآن إلى سوق الألماز والذهب في مدينة أنتويربن في بلجيكا. طبعاً بهذا السوق أكو تجربة عراقية فريدة من نوعها، وأصبحت مثار جدل واسع في هذا السوق اللي هو مقصد الكثير، مو فقط في أوروبا بل من كل دول العالم يجون لهذا السوق حتى يتبضعون من الألماز والذهب بكل مواصفاته. التجربة العراقية الناجحة في هذا السوق هي أنه شخص عراقي إجا من العراق وفتح محل المجوهرات ونقل الذهب عيار 21، نقله إلى أوروبا في هذا السوق العريق والقديم.
بعد أن كانوا الأوروبيين ويتداولون الذهب عيار 18، وكنا نعرف أن الذهب عيار 21 هو متداول ومرغوب في العراق والشرق الأوسط والبلاد العربية بشكل عام. هاي التجربة الفريدة من نوعها والناجحة استدعتنا احنا فريق أكسبريس حتى نسلط الضوء ونعرف التفاصيل من الشخص نفسه في هذا السوق، سوق الألماز والذهب. محل اللي هو محل عبد الله الثويني. مساء الخير. مرحبا. شلونك؟ مساء النور. اهلا وسهلا. كل الهلا بيك. احنا عندنا موعد وياك. شرفتونا. اهلا وسهلا. بس دخلنا عليك ونشرنا الكاميرات بالمحل. يا اهلا. ونعرف انه هذا الوقت ماكو وقت زحمه. صح. يعني عدد الزبائن يكون قليل. صح 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 صح. يا اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يسلمك. طبعا تجربتك هي تجربه فريده من نوعها كعراقي، واحنا تعرف برنامجنا يبحث عن العراقيين اصحاب التجارب الناجحه. وايضا نبحث عن العراقيين اللي يواجهون تجارب قاسيه ربما، لكن نعم. تجربتك فريده من نوعها. نعم. هي انه نقلت الذهب ال21. نعم. ال21 الى اوروبا. الى اوروبا. نعم. بشكل مختصر شلون قدرت تنقل هذا الشيء وتقنع الاوروبيين انه يتداولون هذا النوع من الذهب؟ بدايه او مختصر بين قوسين، قدرت أفرض نفسي عليهم بالعيار الواحد وعشرين، الكواليتي والموديل. الكواليتي والموديل. الكواليتي والموديل. نحكي هسه على الكواليتي لو على الموديل؟ لعجبك. نحكي على الكواليتي. الكواليتي. الكواليتي هنا المعروف في أوروبا العيار هو 18، أي 750. احنا بدينا بالواحد وعشرين. الواحد وعشرين يعني 875% من الالف للواحد وعشرين. للواحد وعشرين. نعم. من اجينا هنا لاوروبا كان صعب التقبل بالبداية. يتقبلون الواحد وعشرين. المسألة مسألة ثقافة. يعني كل العراقيين متعودين بانه يشترون واحد وعشرين. كل العراقيين. كل العراقيين ما متعودين يشترون 18 إلا قلة. كل الأوروبيين متعودين يشترون 18، ما متعودين يشترون 21. 21 هم إلا القلة. والواحد وعشرين أيضا إلا القلة. ذلك يعني بأنه هي مسألة ثقافة. شلون تقنع الزبون أو المقابيلك أو هذا المجتمع بأنه يوجد ذهب عيار 21؟ شلون قنعتهم؟ الموديل. بالموديل. بالموديل. نعم. بالموديل والماركة والتسويق أيضا إلى عنصر. بس أنا أرد أسأل سؤال. العراقي الموجود هنا بأوروبا. نعم. نفس العراقي اللي أو نحن نقول العراقية. نفس. نعم. نفس العراقية اللي تبحث عن الموديلات اللي بالعراق. لو نفسها الإمرأة العراقية الأصيلة. اللي هي تبحث عن المسألة مسألة ثقافة. زين. أنا أرد أفهم شيء. ثقافة بأنه من تجي تشتري يجون مثلا خلينا نقول العريس والعروسة. والعروسة. نعم. وأهل العريس وأهل العروسة. هي موجودة بعد هنا بأوروبا. نعم نعم. يعني العراقيين. نعم. اللي عايشين بأوروبا. العراقيين اللي عايشين في أوروبا وفي بلجيكا نفس التقاليد. نفس هم التقاليد. العروسة نفسها تجي نفسها وتتشرف نفس هذا والعريس يجي يدفع. والعريس يجي يدفع. هذا موجود نفسها هنا بأوروبا. نفسها احنا الحمد لله. اخر عريسين اشتروا نيشان من عندك شو وقت؟ البارحة. عراقيين كانوا؟ عراقيين. نعم. العراقية اللي موجودة هنا ايش اخذت النوعية اجتي ام الولد ام البنية. ام الولد قعدت على هذه القنفة احنا نقولها بالعراقي. ام الولد قعدت على ام البنية قعدت على القنفة. ام الولد قعدت على القنفة. وجو الولد والبنية العرسان خلينا نقول
أول ما بدأوا باختيار الحلقات، تعرف القياس والموديل، وبعدين بأنه رادوا اثنيناتهم يكونون الموديلين المتشابهة. هذه نقطة. النقطة الثانية، رادوا بأنه نكتب على اسم، نكتب اسم على حلقة الولد اسم الابنية، اسم الابنية، ونكتب على اسم على حلقة الابنية اسم الولد، اسم الولد. نعم. فقلنا لهم ما عندنا هذه بيها مشكلة، احنا نقدر نكتبها ونحفرها بطريقة حديثة اللي هي الليزر. وبعدين ورا ما اختاروا ذني الحلقات، بدأوا يختارون الطقم. اختاروا الطقم اللي هو خلينا نقول النيشان. 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 فبدأوا يختارون هنا حسب إمكانيتهم. نحاول إحنا ما نحرج الزبون. يعني يقدمون كل الخيارات. كل اللي الخيارات هي اللي هي ضمن إمكانياته. نعم. ما لي دخلج عن قبل ما نغادر المحل. خلينا ندخل الورشة. تفضل. يلا. تفضل. تفضل. وصلنا لهاي الورشة. نعم. بس الورشة صغيرة. نعم. هذه عندنا الورشة الصغيرة اللي هي التصليحات البسيطة. مثلا الزبون اجى اشترى مثلا خاتم. خاتم كبير عليه، مباشرة نقدر نصغر اللي هي. او زبون اشترت بانه خاتم صغير عليها، مباشرة نقدر نكبر اللي هي. جاي. يعني نقدر نقول انه هي هاي تصليحات سريعة. تصليحات سريعة، بس اكو ورشة اكبر. ليش صناعة؟ نعم. تصنعون بها ال عندنا موديلات. الورشة اللي هي في هنا في بلجيكا. اللي هي بصفنا، هذه الورشة اللي بها المكان. نفس هذا السوق. اي المكان، المكان الكبار، وعندنا ستاف يتكلم. هسه الأخ هنا ايش يسوي هسه؟ هنا قاعد يقص حرف. إذا تركز عليه. هذه بليتة ذهب وقاعد يفصل حرف. مثلاً أنا أشوف هنا طبع. أوكي. إذا تسمح لي أشرح لك. هذه اسم سيلينا. سيلينا. هذه صياغة اسم تحت الطلب. هم طالبين، الزبون طالب اسم. سيلينا. أنت هنا طبعته. نعم. نعم طبعته. إذا تشوف المقطع هذا وتشوف النقاط. نفسه. وتشوف هذه وبعدين نركبه سيلينا وبعدين هذا نلحمه. ونرتبه هاي تلحم مع بعض طبعا. نعم. تلحم بالذهب. جميل جدا. زين. جميل جدا. جميل. هذه هنا ايضا هاي كلها، هاي كلها يصير هنا بهاي الورشه الصغيره. هاي صغيره. شكرا لك. احنا الحوار شيق، بس راح اروح نتوجه لغير مكان. نتوجه هسه اخذكم انا سيارتي. نعم نعم. واروح احنا للمكان. نعم. ان شاء الله يكون يعجبكم. احنا قبلنا دعوه السيد عبد الله الثويني الى مكان حب يودينا إليه. اي انا اتردد إلى دائما وراح نروح له. تفضل. كل الهنا بكم. شكرا. يا هلا وسهلا. وين دخلنا هسه بال احنا في في مدينه هولندا. واللي ما يعرف اوروبا بان اوروبا مفتوحه الحدود. صح. احنا قبل 20 دقيقه كنا في مدينه انتوير. نعم. اللي في بلجيكا. نعم. لكن الان احنا في مدينه هولندا روزنداو. في مدينه روزنداو في هولندا. في هولندا. نعم. هولندا. نعم. لو توفر الامن بالعراق، لو توفر الامن بالعراق هسه ترجع ركز وياي هسه بالعراق فورا. اتمنى ابني بيتي بالعراق باللي انا اريده. اتمنى اولادي يروحون للمدرسه ووصلهم مثل ما وصلهم هنا. اتمنى ابني يروح صغير دار ودور ويروح للمعلمه وعيد المعلم ونسوي الكيكة ورفعة العلم. ورفعة العلم.
وابني كياني وابني مستقبلي هناك في بغداد. شكرا لك على هذه الدعوة. راح نستمتع الآن أنا وكادر برنامج إكسبريس بالمي بالمي وأكيد بالأكل اليوناني اللي نقدم بعد قليل. شكرا للدعوة مرة أخرى. أنا كريمة واستفادينا منك بمعلومات عن الذهب وكانت معلومات جدا قيمة ربما تكون أول مرة تطرح بالإعلام. شكرا لك سار عبد الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا, شكرا. ضمن جولات برنامج إكسبريس اللي تبحث عن الفنانين العراقيين اللي اختاروا أن يستقرون في بلاد الغربة بأوروبا وغير أوروبا, حبينا أن نقدمهم من جديد لجمهورهم ونحاورهم ونبحث في تفاصيل حياتهم. اليوم واقفين أمام بيت الفنانة عهود إبراهيم. الفنانة عهود إبراهيم من الفنانات اللي قدموا أعمال فنية كبيرة وشاركت أيضا أعمالها وبطولة أعمالها مع فنانين كبار راح تذكرون إياهم وراح تذكروهم أنتو. الفنانة عهود إبراهيم تنتظرنا, نحن على موعد وياها وهذا الجرس راح أدقه وأكيد راح تطلع لنا. إحنا بالعراق ما نكتفي بدقة جرس واحد, راح أدق مرتين. طلعت الفنانة عهود إبراهيم. مساء الخير, شلون سيد عهود؟ شلون اخبارك؟ تفضلي من هنا, شلونك اخبارك؟ احنا والله الحمد لله احنا يعني كلش فرحانين لانه راح نقدمك من جديد, لان انت صار لي شويه ما طالعه على الشاشه. اليوم راح تطلعين من جديد على شاشتنا على شاشة الشرقية في برنامج إكسبريس. يعني من 2009 بالضبط استقريتي في بلجيكا ان شاء الله. احنا حسب ما قالوا لنا الفريق بانه انت اليوم سويت المفاجاه والمفاجاه هي الدولمه. احنا راح نصعد راح ندخل ونصعد للبيت حتى نشوف اخبار الدولمه وبعدين نتحاور مع عهود ابراهيم الفنانه العراقيه ان شاء الله اللي قدمت اعمال متميزه وجميله بالثمانينات والتسعينات. نعم, وشاركتي بطولة هاي الأعمال مع كبار الفنانين طبعاً العراقيين. طبعاً جميل جداً. الشرف أنه أنا وقفت أمام رواد المسرح وعمالقة المسرح والتلفزيون, وإحنا أيضاً نتشرف بأنه نقدمك في برنامج إكسبريس. حبيبي ندخل؟ حبيبي يلا. يلا يلا تعالوا شباب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. قبل على المطبخ. طبعا قبل على المطبخ حبيبي. طبعا احنا يعني كفريق البرنامج نعم علاء هادي تشلب المخرج فارض نعم. علينا اكله معينه لانه هو يحبها. ممتاز. يعني اكله الدولمه. اوكي. وانت اليوم بناء على طلب المخرج علاء نعم. سويتي لنا دولمه. يا تدلل بعيني. واحنا معلومات تقول بانه انت بارعه جدا بعمل الدولمه. صح صح. كلام صحيح؟ مضبوط 100%. من عنده بعد شويه بالضبط الدولمة. يعني انا معروفه بالدولمه مالتي. مطبخ الفنان دائما يكون غريب عن باقي المطابخ. نعم. شنو الغريب بمطبخ الفنانه عهود ابراهيم؟ هو مو كل فنان, هو الطبخ فن. الطبخ احنا اجدادنا وبيبياتنا اكثرهم انه الطبخ هو نفس. يعني مرات انت تفوت البيت مثلا ضيف يعطوك قلاص مي بس تظل تتذكر اوف فلان بيت دخلت الله شربت من عندهم قلاص مي بس. العمليه كلها نفس وروحي. بالضبط روحي. احنا مطبخ الفنانه الكبيره ايه. فريده نعم شفنا هذا الشيء نعم نعم. وانا يعني مطبخ الفنانين دائما يكون مميز. صح صح. هذا الشيء اللي وصلنا له. لكن احنا خلينا نبتعد عن اجواء المطبخ ايه. ونتحدث عن الفنانه عهود ابراهيم. نعم. غادرت العراق. نعم. وعايشة في بلجيكا. الحمد لله. الحمد لله. شنو وراها الحمد لله؟ ما مشتاقة بعد للكيو. لا 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 لا. قراءة الوراق السيناريو يعني ما عادش فد اشتياق. انت تركتي تقريبا العمل الفني. يعني اني اخر ظهور كان إلك 2008 تقريبا. وكان عمل كوميدي. طبعا.
وكان المخرج أتذكر سوري غزوان البريجان، وكان في سوري العمل كله بسوري بالضبط، لأن أكثر الفنانين كانوا. وذيك الفترة كان الفترة الوضع الأمني في العراق شوي يضطركم إلى أنه تكونون في بلد آخر وصوروا، صح، حتى تستعينون بأجواء وبديكورات كانوا هي بالعراق. يعني أنا كنت في سوريا ومع مجموعة فنانين، يعني اياد راضي، ناهي مهدي، احسان دعدوش، نوجه لهم التحيه للفنانين الرائعين، حبايبي اصدقائي، زين، ناهي مهدي، الفنان اياد راضي، نعم نعم. فكنا من نصور، انا باعتقادي اكو اجواء، يعني اكو مثلا باب توما اجواء، او اكو مثلا اطراف سوريا اجواء تقريبا يعني بغداديه عراقيه مقاربة بالضبط. لكن شنو اللي كان يسهل علينا في وقتها؟ يعني عمل مسلسل كامل، يعني يطول شهرين، تفهمني؟ تصوير كامل، نعم بالضبط، شهرين ونص. لكن المسلسلات اللي كنا نصورها يعني وراء 2003 او 2004 طول. تقريبا وست اشهر طول. ليش؟ طيران، انفجار، سادين طريق، يعني بس. لكن في سوريا لا، يعني باليوم نصور 24 مشهد تقريبا. الحديث طويل، نعم، بس الدوم تنتظرني. انا متشوق، مو لانه اريد اكل، لا 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 لا، اعرف المعلومه صحيحه انه الدوم ماتش مميزه عن باقي هي مميزه. ليش؟ لان اني كلش اتأنى بكل شيء، اتأنى واني دقيقه حتى بالطبخ، بكل شيء، باعمالك الفنيه، بكل شيء اتأنى ودقيقه، ومثل ما يقولون نحسه، يعني جدا نحسه باكلي بطبخي. يعني طبخي طول عندي ساعتين مثلا، ساعتين، ساعه ونص، لكن اكو شايفه اني بعضهم يطبخون ماكو نص ساعه، سرعه، لا 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 لا، هذا لا. اني اذا موتي تهدير ونص الحركه وصعد الحركه، طبعا الفريق كله دا يشير لي يعني يلا بسرعه، احنا بسرعه. طبعا طبعا. هسه راح نشوف الدولمه، اوكي، ونشوف ايش قد باقي ما يبيها، يعني فد نص ساعه يران هاي لازم ينزل شوي المي بالنار الهادئه شوي بالضبط. بس هي شنو؟ اكو بعضهم يعني بعضهم يحبون بها شويه مي، اكو يحبوها لا تكون على حبوها بها مي لو بدون مي. بيها مي، بس لكن لازم نخفف النار شوي طبعا. لكن اكو بعضهم يحبوها شلون نقول احنا عندنا البغداديين لا تشعر شوي، لا تشعر زين، بس مو كلش بها مي، يعني نقول عينك ميزان، عينك ميزان، خلي نشوف خلي نشوفها يلا شوف. الو بلي يا صدوق كذب، هاي توين وانا اقول شمع الخيط ويا هذه المصوفه، يا با احلف يمين احلف يمين هاي مغلوب فرقته وفتحت دفتر الديانه. شنو تروح؟ انا روح انا بعد اصدق بيك. هو انتوا عندكم امان؟ ايه كل هذا وما مقصر؟ اخ 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 يا بني ادم، امره كله ما يجازي. اي لا عن لا لا لا، روح بعد ما تفيدني ولا اشتري كباره اصلا. شنو عيني وبيش تصالحني؟ هم قاعده تقشمريات تسيب لك 1000 دينار؟ لا عيني لا لا، اللي يريد يصالح يجيبني شانه وياه. الغربة ما أخذت منك شيء؟ الغربة يعني طبعا أخذت كثير أمور. شعرين بالغربة؟ هنا؟ لا، لو تعلمت تعودت. تعويد صار. لا ليش؟ لأن هنا بلجيكا تقريبا شرقية أكثر، تفهمني؟ يعني الحركة، الحركة، يعني أكو بعض المناطق خاصة بالأتراك، أكو مناطق خاصة بالمغاربة، ما تحسها يعني أوروبية أوروبية، تفهمني؟ أنت آخر زيارة للعراق صارت، نعم، بال 2018 لا العفو 2017 اي شهر الثامن. وكانت روحتك للعراق هي للزيارة لو عمل؟ لا زيارة، زيارة، لأنه ميناس حبيبي شوف الغربة مهما الإنسان يبتعد يظل يتذكر
انت على سؤالي البلد. اني ما في شيء يعني ما ادري شنو السبب. هل كانت الاحداث الامنيه يعني انا طلعت بال2005 تقريبا تفهمني؟ نعم. يعني 2005 اني ايه نعم. 2005 تركت بالضبط. بس كانت الظروف تعبانه بالضبط. 2005 2006 تفهمني؟ وظليت 3 سنين في سوريا. بعدها انتقلتي الى بلجيكا. الى بلجيكا. الفنانه عهود ابراهيم. نعم. يعني اشتياقش للعمل الفني. واو. ليش بتقدمت ليش اعمال؟ لو هي اصلا اعمال قليله. هي وين المشكله؟ تقدمت اعمال لكن يعني يمكن النص مثلا المخرج ما اعرف. انا دا اشوف اكثر الاعمال اشوفها يعني ما اقدر احكم لانه يعني انت ما مقاطعه العمل لا 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 ابدا ابدا لا لا. شوف تنتظرين هاي الفرصه راح طبعا تنتظريها طبعا انتظرها بس لكن يكون عمل متكامل عمل متكامل يضيف انتاج فنانين اوكي يعني انه احنا شلون نقول اكو فد شد يكون اذا بالمسرح او بالتلفزيون إذا بالعكس بالتلفزيون. يعني هسه انا مرات اشتاق للكاميرا اشتاق انه اقف على خشبه المسرح احس اني ملكي احس اني املك المسرح كليته يعني اني احب المسرح كثير كثير وايضا التلفزيون تفهمني لكن اظل مفتقده للكاميرا مفتقده يعني شوف ميناس الفنان الحقيقي ما ممكن يقدر يعمل غير عمل مستحيل الا ما ندر هذا انا وياك به هذا الشيء صحيح بدليل انه انتم كثير من الفنانين اللي غادروا العراق كثير من عندكم باقين الان فقط انه تقدمون نفسكم كفنانين غير هذا غير هاي الصفه ما عندكم هذا تأكيد على كلامك طبعا انا كلش فرحان حبيبي بلقائك اني اكثر واحنا بحثنا عنك هوايه ودخلنا ناس حتى يعني لان انت مو مقاطعه بس انت قليله الظهور بالضبط اي برنامج اكسبريس وقناه الشرقيه اليوم يعني سباقين ان شاء الله بانه قدمنا الفنانه عهود ابراهيم حبيب قلبي الفنانه الجميله العراقيه اللي لها اعمال وبصمات كلش حلوه قدمناها اليوم في برنامج اكسبريس حتى الناس اللي يتابعوك واللي معجبين باعمالك الفنيه اليوم شاهدوك وانت في بلجيكا البلد اللي انت اختاريتي انا تعيشين به طبعا لانه يعني بدون مبالغه اعتبره بلدي الثاني بعد بلدي العراق اللي روحي وفكري وعمري وحياتي هناك لكن او انت هناك بلجيكا عندك صداقات لا يعني من العراقيين لا يعني عندي محددين ومن الوسط بالضبط محددين يمكن اذا اقول لك 2 لو 3 نعم احنا اعتقد سادن سادن حبيبي 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 عمري حبيبي انا بيك سادن سادن هو ابن الفنان الكبير عبد الجبار كاظم الله يرحمه الفنان الراحل نعم طبعا انا شفتك جاي تتمشى على ايوه فرصه حلوه انه شفتكم حبيب قلبي واحنا وجودك اليوم انه انت عندك شغل مع الفنانه الكبيره ست عهود جميل منك ووفاء منك انه تبقى مع زملاء والدك الراحل الفنان الكبير طبعا عبد الجبار كاظم انا شفتك من انت جاي ضحكه الفنان عبد الجبار كاظم حبيب يعني ما شاء الله نعم. حبيب قلبي حبيب قلبي اي والله دائما على التواصل طبعا تعرفوا يعني احنا بغربه انه انسان لابد انه يحتاج صح الانسان صح فاحنا يعني من اشوفهم يعني اشوف الخامات اللي عملت مع والدي يعني حقيقة أشوف والدي بيهم ما شاء الله كل شيء أفرح أنهم من أشوفهم بأي مكان وأتواصل وياهم هذا الشيء كل شيء يخليني أفرح أنت إطار عملك شنو يعني اهتماماتك والله أنا يعني اهتماماتي يعني مسرح أنا مخرج مسرحي وكاتب مسرحي أشتغل مجال المسرح سابقا كنت أشتغل
يعني بالجانب التلفزيون كنت مصور، لكن هنا ما تحت لي الفرصة أنه أكون مصور، فرجعت لاختصاصي أنه كأشتغل مسرح. فيعني كشباب يعني هسه حاليا هناك عراقيين هواي عندنا شباب دا يشتغلون مسرح وأثبتوا وجودهم، لأنه حقيقة المسرح العراقي يبقى بفد ذائقة جميلة جدا. الفنانة الرائعة عهود إبراهيم كانت تتحدث عن المسرح، هو بدا اشتياقها للمسرح، والمسرح العراقي فعلا هو أثبت جدارته بالمحافل الدولية طبعاً في المهرجانات. ميناس أريد أضيف شغلة واحدة. شوف احنا الفن عندنا في الدول العربية اوكي، خاصة الدول العربية يعتبر مصدر يعني رزق، رزق للفنانين، لكن هنا لا، هنا يعتبروه كهواية صح لو لا؟ يعني مجرد انه تتمرن عمل شهرين اوكي، شهرين عمل ايش قد تعرض؟ كم يوم تعرض؟ يومين او ثلاث ايام، مع انه احنا عندنا مسارح تقدم عرض يومي ممكن بنفس اليوم يسوون يعني عرضين، عرض الصبح وعرض هاي وين تقصد؟ يعني بالعراق طبعاً. يعني اكثر الفنانين مثلا مصدر الرزق على المسرح زين. صح ولا لا؟ بذكر وطبعا سادن ابن الفنان الراحل الفنان الكبير العراقي عبد الجبار كاظم، يعني احنا راح نختم الفرصه وراح يعني نخلي مقطع للوالد اعتقد من مسلسل المسافر، لقطه من مسلسل او اي مسلسل تتوفر هاي بعد كيف المخرج مع الفنان كاظم الساهر. من جبان شيء ثاني. طبعا قبل ما تنهون اللقاء انا عزلتكم على الدولمان وراح نصب الدولمان راح نرجع للبيت طبعا ويانا سادن طبعا بالمناسبه يعني عمتك تحبك صحيح انا سعيد بشوفتكم وهاي بس انا كلش احب الدولمان مالتها ما شاء الله ضمن المعلومات يلا احنا بلد غريب لكن اكلاتنا تبقى هي يعني ميناس انت تحكي انا من اريد اتسوق شغلات يعني احتاج للبيت لو اروح على المغاربه او اروح على الاتراك لانه المواد اللي يستخدمها نفس المواد البهارات الامور بالضبط واللحم والدجاج اوكي هسه شو يقولون الجمهور هسه لا لا هسه شو يقول الجمهور يقول اف يا عراقيين وانا اعرفهم بس بالاكل اعرف شو يفكر اي شخص عراقي من يشوف ممثل او لقاء بس يفكر بطني ايه العراقيين بس لا. هي لا لا بس هي تبقى النكهه العراقيه لا وهي اللمه وراح نذكر طبعاً. الاشياء الجميله الحكي هوايه نعم. والدوم خاف تحترق بالضبط شكرا يلا واو ابوك
بسم الله. واو 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 اوف هشمت. زين منتظرني في الباب. شلونك امورك؟ شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ هذا بيتك؟ نعم هذا يلا شجره غير؟ تفضل. بيت نحات يعني مثل ما توقعت انه هذا البيت بهالصوره هذا مختلف الموضوع. اخ عزيز من موقعك اكيد انت عندك اطلاع وخبرات. اي على مود لا ياخذنا الحديث اكثر. نعم. صار لك 8 سنوات تقريبا. 8 سنوات. 8 سنوات. 2010 موجود بلجيكا. انت هنايا حاط ايدك على الكره الارضيه. نعم. هاي ايدك؟ ما تقدر تقول ايدي بالضبط. ايد من هاي؟ ايد تقدر تقول بمعنى ايد الشر يعني الارهاب يضرب الجميع يعني. هاي يد الشر؟ لان هي مربوطه باله حرب. هاي رصاصه. فوها او البوش احنا نسميها. اي رصاصه. بالضبط. فالانسان هو يعتبر يعني هو المخرب الاول للبيئه الحروب اللي صارت بالعالم، الحرب الاولى، العالميه الاولى والثانيه وما تلاها من حروب بشكل عام. نعم. زين هنا هاي الايد الشريره شو مسويه بالعالم؟ التوصل فكره بان هو الارهاب ممكن يصل اي بلد يعني. وشوف يعني اللقطه هي معبر يعني العمل هو يعبر عن نفسه حتى مشاركه بعده معارض هنا ببلجيكا. بلجيكا طبعا واي فنانين بلجيكا اوروبيين يا غالي. تقصد هاي امريكا معناتها؟ لا مو شرط يعني هو امريكا ولا مو امريكا. او ركزوا انا ما كان في بالي هي يعني جت لا شعوريا اللي هاي الخصفة الضربة باتجاه سوريا العراق. اللوج حد يحمل بايده اعمالك عادي؟ انا من اشارك معرض الا احملهم بيدي يعني غيرك يحمل غيرك يحمل الاعمال. لا ما اخلي اي احد يعني في النقل الا على شرط اخليها بيدك. انا القصد انت عندك معرفه بالفن والكذا بس كقصد من اشارك المعارض دائما انا احب انزلها واساعدهم كذا. زين هسه هاي شنو القصه مالتها؟ شو هي حيوان الماعز ومؤشر بايده نصر؟ الماعز ينتصر يعني؟ لا مو هيك موش الفكره. هي انا اسكن بمدينه انتويربن ولريك. عرفوا بي يعني فنان موجود هنا فبعثوا لي يعني دعوه لاقامه تنفيذ رمز للمدينه اللي اسكن بها. رمز المدينه هو اساسا هو حيوان الماعز وبنفس الوقت تمتاز المدينه بالاشجار والنباتات. فرادوا عمل يجسد الواقع البيئي الموجود من خلال حيوان الماعز والبيئة المحيطة به النبات وكذا. والمفروض وين يكون هذا موقعه؟ في الداخل البلدية الخيمنتها. جيد جيد. أنتواربن وشارك أكثر من 180 فنان بلجيكي وأوروبي سلوبية قال عملك الفني فاز. راح نحكي على أسرارك. نعم. وعلى الصعوبات اللي واجهتها هنا بس بالمكان. نعم. اللي راح ناخذك له إن شاء الله. أوكي؟ أوكي. يلا. قدامك هذا المكان. نعم. يذكرك بشيء لازم طبعا هذا المكان. ما يقول ولد بيئه يعني الاجواء حلوه يعني. بس التناقض اللي قلت لك عنه حدثت عنك اللي تحدثت عنه بالبيت ضم لي اياه هسه. اي هو عندك هوايه الصيد. اي صحيح عندي هوايه الصيد. او مو بالاساس الصيد، البيئه والتعامل مع الطبيعه والحيوانات وكذا. وحتى دا شهاده اغلب اعمالي الفنيه أشكال لها علاقة بالطبيعة الحيوانات. بس الفنان خاصة النحات يحب يشوف الطبيعة كما هي، يعني ما يحب يأخذ من الطبيعة. أكيد. أنت شو تريد تأخذ من الطبيعة؟ أنا مو غاية اللي يعني أحب أقرب الأشياء لي بالعراق. شوف هالسطور هنا واقفة يعني ممكن تجي
يقرب منك. بالعراق لا، يعني الطير صعب ان يقترب عليك، فحاول باي طريقه تجذبه ليمك يعني. بالصيد يفهمك. انه انت رحت لفرنسا مثلت بلجيكا. هو من حصلت على شهاده الاحتراف الفن العالميه صار لحق ان اشارك معارض الكبيره. بس تمثلت بلجيكا. بالضبط مثلت بلجيكا. هذا مو شوفه شويه الجمهور اللي هنا اللي متابعك باوروبا اللي من يذكر اسماء العراقيين الفنانين يمكن يذكر اسمك، وانت ما شاء الله بالصحافه هنا مهتمين باعمالك. نعم. بس مو شوفه شويه اخذوا فد جانب انه عتب عليك انه انت رحت لفرنسا مثلت بلجيكا ما مثلت بلدك العراق. والله بصراحه البلجيكا انا صفتي يعني كمواطن بلجيكي من حقهم علي. انت مواطن بلجيكي؟ مواطن بلجيكي زائد الى اصل عراقي، اكيد افتخر يعني بعراقيتي. يعني انت بلجيكي من اصل عراقي؟ بالضبط. وحتى في فرنسا كنت من الفنان العراقي القادم من بلجيكا. بيوم واحد نزل اسم احد المجلات الجرائد الفرنسيه. فهذا يعتبر ايضا فخر للعراق يعني. شكرا لك. شكرا لك الفنان النحات رائد العبيدي المقيم في بلجيكا. شكرا لك على هذا اللقاء، وعرفنا الجمهور وفي برنامج أكسب ريس عرفناهم على شخصيتك وعلى أعمالك وعلى الأشياء اللي تسويها حلوة هنا، وشوف البلجيكيين من صحافة كيف مهتمين بيك وأنت فنان عراقي، وهذا ما أكدت الصحافة حتى في ريبورتاجات اللي يسووها أنه أنت فنان عراقي. نعم، أنا اللي أشكركم وأشكر حضوركم ونورتونا اليوم مدينة. أنت المنور. نكمل جولتنا بهالجو الحلو بهالمكان الأخضر. تفضل. قصة حلوة وقصة تحدي وإصرار. وصلنا لعلي، شلونك علي؟ شو أخبارك؟ شلون أمورك؟ يمكن وصلنا بوقت غير مناسب. لا بالعكس. صح؟ لا لا عادي أخ، أنا راح أوقف هنا. أنت سمعنا عنك إنه أنت ما عندك إقامة رسمية في بلجيكا، بس رغم هذا أنت تشتغل. الحمد لله الله يسعدك. صار 3 سنوات تقريباً. 3 سنوات. 3 سنوات صار ذا أشتغل أنا ما عندي إقامة. أنت قصتك شوية مغايرة لبعض العراقيين اللي سوينا لقاءات وياهم اللي ما عندهم إقامات. نعم. نشوفهم دائماً محبطين. رافضين مبدأ أنهم يشتغلون وعايشين هنا على مبدأ المساعدات. نعم لا، أنا بالعكس، أنا أول ما دخلت يعني هذا البلد ورا تقريبا 3 أيام طلعت اشتغلت يعني، ولحد الساعة صار 3 سنة 3 يعني كما قلت لك أنا دا أشتغل وما عندي أي مساعدة من أي مكان يعني، لا كم لا سوسال لا كل شيء، لا أنا اللي عايش على نفسي ودا أصرف على نفسي ومأجر وطالع وما لي دخل نهائيا يعني، حتى إجاني أكثر من رفض يعني، رفضين 3 إجاني. بس يعني اللي يعني اني شيء لانه انا اشتغل يعني معتمد على نفسي فما عندي مشكله بالرفض، احاول مره ومرتين وثلاثه واربعه انا احصل ان شاء الله. حلو هذا الشيء علي، طبعا احنا نحييك لان انت ما عندك شيء اسمه يأس، تقاوم صعوبات الحياه. مشكله الاقامه تغلبت عليها من خلال انه انت تشتغل، وهذا مثال حلو. بس اخر سؤال لي قبل ما اعوفك تشتغل. انه اكو هواي عراقيين يعني مثلك، يعني رغم انه ما عندهم اقامه بس يشتغلون او يعني شغلهم ابيض امام السلطات في بلجيكا. والله للاسف هذا الشيء قليل جدا. قليل جدا جدا قليل. اكثر الناس يعني اكو عراقيين هنا ما شاء الله عندهم لغه وعندهم جناسه ويعني امورهم واسطه قديمين بهذا البلد وقاعدين عايشين على المساعدات وعلى الراتب اللي تحسب لها الدوله يعني،
يعني جدا قليل. ولهذا احنا ركزنا على انه نسلط الضوء على قصتك حتى نشوفها للناس انه اكو فد مثال حلو هنا في بلجيكا عراقي وصعوبات بالاقامه، لكن رغم هذا هو متغلب على الصعوبات ويعني خلاها ورا ظهره ودا يشتغل. واعتقد انت بس لو توخر لنا خاف ها اغلب اللي تحلق لهم هم بلجيك. نعم اغلب اللي يحلق لهم بلجيك رومانيا، يعني ما يعني ما عندي قليل نسبه العراقيين يعني عندي داخل لهم اكثر الناس اللي قاعد تجي هنا قاعد تجي يعني حتى ستايل محلك هو ستايل بلجيكي. ستايل محلي سويناه شويه ستايل غريب يعني. حلو حلو شكرا لك ونتركك تشتغل وان شاء الله تتحسن كل ظروفك. Thank you.